ومن غير ما اوصل ومن غير ما اتكلم ومن غير ما اخد المده المحدده ال 20 ثانيه، هلاقي فجاه حد بيخبط عليا من عملاء برجس تي في ويقول لي اتفضلي انت كسبتي جايزه قيمتها 25,000 جنيه. طب ما انا اقعد بقى في بيوتنا لو كده، يعني لو كده عن نفسي هعتزل الشغلانه مش هشتغلها واقعد بقى في بيتي اشوف الحظ ده يعمل ايه معايا. لكن لا يا جماعه، انا شايفه انه انا بنفسي مهاراتي صفاتي سعي جري ورا الهدف بخطوات صح. ما هو في ناس برضو بتجري ورا الهدف بس تجري غلط، بتسعى للهدف بس غلط. طب ايه هو الغلط اللي ممكن الناس تسعى له؟ يعني ايه؟ انا دلوقتي حددت الهدف قيمه الجايزه، كلام جميل، وعارفه ان الاتصال سريع، كلام اجمل، وسمعت في السباق ان هم بيقولوا الاختلاف ثم الاتصال. لكن انا طبعا بقى عشان انا حد ماشي كده بالفهلوه والذكاء والنباهه، قلت لا انا لسه هدور على خبره اتصل. لا انا اتصل الاول وبعدين ايه ادور على الاختلاف. طبعا ده سعي برضو، بس انت سعيد غلط. يعني انت قدمت خطوه قبل خطوه، ما ينفعش. يعني ينفع تاخد الثانويه قبل الاعداديه؟ مش ممكن، لازم الاعدادي الاول وبعدين الثانوي.